السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة السابقة تعلمت دور الكنترولرز مع الروتس في تقسيم الكود لسهولة إدارته، وكيف انشأت النوع الأول من الكنترولرز البيسك كنترولر، وكيف تم استدعاء كل دالة من دواله بطريقة علنية explicit. بما أن جميع التوجيهات حول الأقسام sections، سنتعلم في هذه الحلقة كيف ندمج كل هذه التوجيهات بتوجيه واحد. سأبدأ بشرح RESTful Controllers. يتم استدعاء RESTful Controllers عن طريق دالة Controller بطريقة Static من Class Root. أول معامل داخل هذه الدالة يكون الـ URI Pattern. ثاني معامل اسم الـ RESTful Controller. لاحظ هنا لم أحدد أي دالة لأي توجيه، فقط حددت المتحكم الذي سيحوي الدوال والتي سيتم استدعاؤها ضمنيا implicit. لننتقل إلى ملف Section Controller. يوجد قيود لتسمية الدوال هنا، حيث يجب أن تبدأ باسم أحد الـ HTTP method مثل الجيت بوست ديليت باتش بوت، وبعدها الاسم الذي سيكتب بعد الـ URI pattern، ويجب أن يكون بحرف الكابيتال لتر. لنبدأ بكتابة أول دالة. هذه الدالة ستكون عن إظهار كافة أقسام المكتبة. إظهار كافة أقسام المكتبة أي يعني get استرجاع بيانات، والاسم بعد الجيت سيكون بشكل افتراضي index، لأن بعد الـ URI pattern والتي هي library لا يوجد شيء، إذن يعتبر index. الدالة الثانية حول إنشاء قسم جديد في المكتبة. أول شيء سيسترجع الفورم، إذن ستكون الـ HTTP method هي get. ثاني شيء الاسم الذي سيظهر بعد الـ URI pattern، مثلاً إذا أردنا اختيار new hyphen section، لاحظ الهايفن. الهايفن لا يتم كتابتها، وإنما تدمج الكلمتين معا، ويجب أن يبدأ كلاهما بكابيتال لتر. الدالة الثالثة عن تخزين القسم الجديد المنشئ. الدالة الرابعة إظهار قسم محدد. الـ HTTP method تكون get، والاسم الذي سيظهر بعد الـ URI pattern مثلا show، ويجب تمرير الاسم التعريفي للقسم حتى يتم استدعاء كافة تفاصيله من قاعدة البيانات وعرضها في الـ HTML، وباقي الدوال يتم استدعاؤها بنفس الطريقة. انتهيت من إنشاء الـ RESTful Controllers الخاص بالأقسام. لنرى النتيجة. لزيارة كافة أقسام المكتبة اكتب /library. لإنشاء قسم جديد في المكتبة اكتب /new-section. لإظهار قسم معين اكتب /show، وبعدها مرر قيمة القسم المعين. لتعديل قسم معين اكتب /edit، وبعدها قيمة القسم المعين. والآن وصلت للجزء الأخير لهذه الحلقة، وهو الـ Resource Controller. من حيث مبدأ استدعاء الدوال ضمنياً implicit، فهو مشابه للـ RESTful Controller، ولكن تسمية الدوال تكون محددة مسبقاً في الـ Resource Controller مثل index, create, store, destroy. لننشأ الـ Resource Controller عن طريق أداة Artisan.
اكتب PHP space artisan space make colon controller وبعدها اسم المتحكم section controller 2 وبعدها اضغط enter مباشرة بدون إضافة attack plane. انتقل إلى ملف roots.php. يتم استدعاء resource controller عن طريق دالة resource بطريقة static من class root. المعامل الأول للدالة هو URI pattern. المعامل الثاني هو اسم resource controller والذي هو section controller 2. لننتقل إلى section controller 2. الدوال معدة مسبقاً مع تسميتها ولا يجب تغيير اسم الدوال إذ كنت ستعمل مع Resource Controller. الإندكس هو ما سيتم إظهاره عند زيارة الـ URI Pattern والذي هو Library لإظهار أقسام المكتبة. الـ Create لإنشاء قسم جديد في المكتبة. الـ Store لتخزين القسم الجديد المنشئ في قاعدة البيانات. Show لإظهار قسم محدد. لاحظ هنا لا يجب كتابة Show بعد الـ URI Pattern مثل ما فعلت مع RESTful Controller وإنما فقط اكتب القيمة الممررة وبالتالي سيفهم إنه يقصد تنفيذ دالة Show وهذه تعتبر ميزة مهمة في الـ Resource Controller. Edit لتعديل قسم محدد يجب أن تكتب القيمة الممررة أولاً بعد الـ slash library وبعدها تكتب edit عكس الـ restful حيث كنت أكتب الـ edit وبعده القيمة الممررة والدوال الباقية تعمل على نفس المنهج. انتهيت من إنشاء الـ resource controller لنرى النتيجة. لزيارة كافة الأقسام اكتب الـ URI pattern فقط وهو slash library. لإنشاء قسم جديد اكتب slash create بعد الـ library. لإظهار قسم محدد بعد الـ library اكتب اسم القسم وبالتالي سيفهم الـ resource controller أن الدالة show هي التي يجب تنفيذها. لتعديل قسم محدد بعد الـ library اكتب اسم القسم وبعدها slash edit. كما ترى وصلت إلى نهاية الحلقة وشرحت بشكل مبسط وعملي استخدام المتحكمات الثلاث basic controller و restful controller و resource controller. لا يوجد خطأ باستخدام أي منها ولكن يفترض عليك أن تكون على علم بها لأنها ستسهل الطريق وستفهم الطرق الأخرى. شكرا جزيلا لمتابعتكم. إذا أعجبتكم هذه الحلقة سأتابع في الحلقة القادمة حول الواجهات الفيوز. اكتب كلمة تابع لكي أكون على علم أنك تتابع وشكرا مجددا.